من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي، ها نحن وإياكم في قراءة تاريخية جديدة لحدث تاريخي عصموي. اليوم سنعود وإياكم إلى زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ناقلين لكم ما نقله عن جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن الأعمال، وكيف تكتب وتثبت من الملائكة، وكيف تستغفر الملائكة، ولمن؟ فلنشاهد. عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فقيل له: يا رسول الله، رأيتك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت. نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه، ليكتب له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاه، فعرج إلى السماء فقال: ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه، فوجدناه في حبالك، أي وجدناه مريضا. فقال الله عز وجل: اكتب لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه. مشاهدينا الكرام، بعدما شاهدناه من مقطع لا بد لنا من أخذ الدروس كضرورة المحافظة على طهارة سرائرنا ونقاء أعمالنا، وكم هو مهم أن نعلم أن الأعمال تعرض على الملائكة ومن ثم تعرض على الإمام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء، وكم هو ضروري أن نستغفر حتى يغفر لنا. هذا ولله عاقبة الأمور. نسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا انفع
في حبهم وتزودا.